السلام عليكم ورحمة الله عز وجل ومرحبا بكم. التغييرات اللي تمت في هذه الأيام الأخيرة على مستوى المؤسسة العسكرية، وآخر تغيير هو تعيين أمين عام جديد لوزارة الدفاع، وتكلمنا عن الظروف اللي تم فيها التعيين وتنصيبه خاصة من طرف قائد أركان الجيش اللي هو تحت قيادة الأمين العام للوزارة، ولكن الآن أمور تغير. المهم تعيين كذلك جنرال متقاعد كمستشار لرئيس الجمهورية في الشؤون الأمنية والعسكرية، تغييرات حصلت مؤخرا حتى على سلك الشرطة. كل هذا داخل في إطار إعادة هيكلة المنظومة الحاكمة والأداة التنفيذ. يعني كاين ناس عندهم مناصب هما يعتبر فيها أداة تنفيذ سياسة أصحاب القرار. في دائرة أصحاب القرار هذه اللي بزاف ناس تقول شكون اتضح، يعني خاصة منذ عودة جنرال نزار إلى الجزائر بالطريقة اللي شفناها، يعني أهان الدولة الجزائرية وأهان المؤسسة العسكرية باش يبين روحو بلي راهو قادر، وراجل الحق أن يدخل الناس للحبس، والحق أنه يعتبر تسريب وثائق تاع شركة مدنية يعتبرها أن تمس بمعنويات الجيش. شوفوا يعني وين سيدي يخلط ما بين الجيش ولا. المهم اليوم الموضوع ماهوش نزار، موضوع يهم الجنرال بن علي أكبر عسكري سنا في العالم، وأقدم أو أعلى عسكري رتبة في الجيش الجزائري، وممكن أنه أقدم ثاني عسكري في المؤسسة العسكرية الجزائرية. الجنرال بن علي كان يعني عنده موقف أثناء الحراك تاع 2019 لما رفض يتعين خلفا للقايد صالح على رأس قيادة أركان الجيش، لأنه شاف بلي كانت يعني استغلاله، أنهم راح يستغلوه في ضرب الحراك وتغيير المواقع، لأنه دائما لما يشتد الصراع ما بين الشارع بين الشعب والعصابة الحاكمة، طبعا العصابة يبدأوا يأكلوا في بعضهم الموقف هذا تاع الجنرال بن علي فتح المجال للقايد صالح، توفر القايد صالح تفتح المجال لجماعة كانت غير منتظرة، وعاود ترجعت مجموعة النفوذ الفرنسي، لأنه نعترف للقايد صالح مهما يكون أنه كان غلق الباب إلى النفوذ الفرنسي. هذا يحري يعترف له بيه، ما تقدر تجي تقول لا هذا كان مع فرنسا. عودة قدوم شنقريحة إلى قيادة الأركان فتح هذا المجال، وعلاش؟ لأنه شنقريحة ما كانش في الجيش الفرنسي، ولكن ثقافته فرانكوفيلية من جهة، عنده علاقات واتصلوا به يعني جماعة تاع نفوذ الفرنسي، خاصة النزار اللي كان يعرفه من قبل، وهو اللي دخل معه في مناقشات ومفاوضات، وانتهت بعودة النزار إلى الجزائر وإطلاق سراح توفيق والعفو عليه، يعني وخرج السيد ما يسأل والو، من المفروض يزيدوا يخلصوا له التعويض على عام ونص حبس اللي يجوزهم، هذا اللي خص. إذن تعاود تشكلت دائرة
أصحاب القرار على رأسها جنرال توفيق وجنرال نزار اللي فطن لهم الشعب وخرج في الشارع يندد بهم. هذا ماهوش سر. يبقى أن أصحاب القرار هذو عندهم مشكلة مع الجنرال اللي هو بن علي بن علي واللي هو أعلى رتبة وكان من بكري يعني ما يعرفوش موقفه وما يبديش يعني ما عندوش مواقف سياسية ما يدير السياسة صح يعني. جنرال بن علي بن علي المدة الأخيرة تم تهميشه تماما من دائرة أصحاب القرار، ما يعيطوا ما يسقسوه ما نخر. وهاد أصحاب القرار راهم يجتمعوا كل عشية تقريبا أو ثلاثة مرات في الأسبوع ولا كل ما والمت الأمور ومسترزمت الأمور يجتمعوا في دار جنرال توفيق في الفال دو حيدرا. هما كلهم ساكنين في الفال دو حيدرا. نزار عنده زوج قطارات في الفال دو حيدرا، باني خمس فيلات، وحدة ليه وربعة لولادو. ومجاور توفيق كاين صور ما بيناتهم، وانا كنت نشوف الصورة تاع بيوتهم في زوج. توفيق باني ثاني في انتيرا كان شراه في 1981. عندي الوثائق تاع التيران هذايا وكيفاش شراه وشحال شراه، نشرها ان شاء الله عن قريب. سي با بورتي دمي راهي في الكوار ديالي. اما شنقريحة وبن علي بن علي هما ساكنين في فيلات تابعة لوزارة الدفاع الوطني في فال دو حيدرا، لان فال دو حيدرا سي تيران ميليتار، خداه العسكر خداه الجيش بناو فيه. دونك في الليل يتلاقاو مع بعض توفيق نزار وشنقريحة. جارهم الرابع ما يقولوش لانه ماهوش من نفس التفكير. وزيد هما يعتبروا روحهم توفيق ونزار لما كانوا شيفان في التسعينيات هو كان ما كانش عنده حساب في هذيك الفتره. يعني بن علي بن علي كان ملحق عسكري في مصر، ومن بعد عطاو الناحية العسكرية الخامسة نظن، والناحية العسكرية السادسة بعد في الصحراء. المهم يعني ما كانش عنده دور كبير، وكان ما كانش مقرب من العلبة السوداء اللي كانت تسير في البلاد في التسعينيات. بن علي بن علي انا نذكر بلي ما عندي ما حتى علاقة يعني لا عن قريب ولا عن بعيد، وعمر ما تصدق بسيد هذا وماني ندافع عليه. انا بالنسبه لي وما راهم كلهم من عصابه واحده، ما عندي حتى مصلح مع حتى واحد منهم، ولكن للامانه واخلاقيه المهنه تحتم عليا اني نعطي المعطيات والشيء الصحيح للراي العام، والا بنادم راح يولي يضرب في مصداقيته. لما كتبت مافيا الجنرالات، وعلى ذكر ان مافيا الجنرالات راهو يتباع في amazon.com، تقدروا تقراو ب 5 يورو 5 يورو انت ولا وقتنا ميم با ولا ميم با 5 يورو في 1 يورو 90 ما على باليش خلاص بالسوم تاعو. المهم تقدروا تاخذوه في amazon.com، وكان حتى بالانجليزية الاخوان اللي يقراو الانجليزية. نتاع الفرنسية عن قريب نعاود نشر. المهم لما كتبت لمافيا دي جينيرو ما كان عندي مشكل شخصي مع حتى جنرال، لا حتى جنرال، وهذا اللي خلاهم يستغربوا. قال لك كيفاش كل بعد يقول ما عندي ما حتى مشكل شخصي. ايه انا كيما قلت العبيد بخير قلتولي عندكم مشكل مع الجزائر ماشي معايا انا، وانا لما نكتب المشكل اللي عندكم مع الجزائر. هذا ما كان العبيد بخير كنت ندخل عنده البيت ويسربي لي لاتاي ويعطي البقلاوه
تشارك، ولكن هذا ما يمنعنيش باش نتكلم على الدور اللي لعبه داخل العلبة السوداء. ونهار اللي اتصل بيا ومازال هو اعترف بذلك في يومية لو موند اللي خرجت نهار 7 مارس 2002، يقول بلي اتصلت بيها واش قال لي واش قلت له، وقال عليه الشيء اللي حصل بيناتنا صح. قال لي ما تكلمش عليه، قلت ما نقدرش ما نتكلمش عليك، إذا ما نتكلمش عليك ما كان لا نكتب. هذا هو لا. حتى انه تم عرض 300 مليون ذاك الوقت، كان دراهم 300 مليون فرنك فرنسية، رفضتها. وهو قالها لجريدة لو موند، قال لي نفضل نضربكم ونربح 2 دورو. قلتها له قلت نربح 2 دورو خير منها، وندي شيعة وندي دراهم وانا ضربتكم خير من اللي نديهم سوتابل، ندي 300 مليون، ندي 50 مليون ما نديش 300، بصح نديها اعلاني ونضربكم. المهم يعني هذا للتذكير، لانه قضيه المصداقيه تاع بنادم هو الموضوعيه. اذا مانيش ندافع على بن علي بن علي، ولكن نقول انه بن علي بن علي يعتبر اخر عنقود، اخر حبه في عنقود المجاهدين اللي موجودين على مستوى وزاره الدفاع، اخرهم. سيد هذا بفكره البسيط، بتفكيره البسيط، باقي عقليه مجاهد. لما يشوف الشارع تحرك ضد العصابة يوقف مع الشارع. بالنسبة لي الشارع هذا هو الشعب، هذا هو الشعب. مؤخرا يعني أبدى تحفظات من إجراءات الأمنية اللي حابين يتخذوها، اللي حابين يتخذها العصابة. على هذا السيد ولا يشكل خطر عليهم، وعلى يشكل خطر حتى وانه قاعد مريح ترونكيل، ولكن لو يشتد الصراع، اسمع مليح، لو يشتد الصراع ما بين الحراك، يعني الشعب راهو يخرج للشارع، والعصابة، واش راح يصرع؟ العصابة رايحة تتحكم للجيش، تستعمل الجيش. يكفي انه بن علي بن علي يعطي يعازل الجيش، يقال هذوما راهم ضد مصالح الجزائر، هاد الجنرالات راهم ضد مصالح الجزائر، وانه الشارع والحراك عنده الحق. الامور تغير لانها صدرت من عسكري من عندهم، من داخل الدائره تاعهم، ماشي كيما تخرج من عند واحد اخر ماهوش من دائرتهم. هاي كلام يخرج من دائره تاع اصحاب القرار، وبالتالي لابد من ابعاد هذا الصوت. لهذا شوفوا اليوم راهم يسعوا الى ابعاد جنرال بن علي بن علي من دائره القرار، وابعاده من الجيش، احالته على التقاعد. لانه غدوه لما يحال على التقاعد، ولا واحد راح يتكلم، واحد يقول علاش الراجل 85 سنه في عمره ما بقالوش، خلاص تاع 86 يروح للتقاعد، ولكن ما يروحوش للتقاعد، وما يبعثوش التقاعد لانه كبر في السن، لا، لانه يحرجهم في مواقفهم، ماهوش ماشي لهم في نفس الطبخه. هذيك راهي العقدة تاعنا، هو انه يحرجهم، وليس السن ديالو اللي هما دايرين داخل 91 سنة في عمره على راس مجلس الأمة صالح قوجيل، راح يجي 85 سنة 86 سنة مزيد ما يأثر والو، ولكن يقدر يجي الوقت اللي يأثر فيه. هنا يلزمهم ياخذوا حذرهم منه، وداير كانوا يسناو باش يمشي سيد هذا، لانه بن علي بن علي كان من المفروض هو اللي ياخذ قياده الاركان نهار يتوفى قياد صالح، ولكن الراجل ما عندوش طموح وخلاهم. قال انا باغي نروح لاريتريت على روحي، نروح نريح على روحي، داير ما قدرش يعينوا شنقريحه قائد اركان يعني بصفه كامله، داروه بالنيابة، ينتظروا لاخر، استناو جويليا، السيد ما قدمش طالب إحالة على التقاعد،
طلعوا له في الجراد وبقاو يسناو ولاو عينوا الشنقريحه قائد اركان، في حين بن علي بن علي قائد سلاح تاع الحرس الجمهوري، فهو تحت اوامر قائد الاركان حتى وان يعتبر في الجيش. يقول لك لا فونكسيون بريم لو جراد، الوظيفه تعلو على الرتبه، ولكن على هذا المستوى لا، على هذا المستوى ما تقدرش. نزيد كاين أنانية الإنسان، ما يقبلش يكون تحت سيطرة واحد أقل منه رتبة وأقل منه أقدمية. ولكن بن علي بن علي إلى حد الآن كان قابلها، قابل هذا الوضع، لأنه هو ما عندوش نفس الشيء. بالنسبة نعطينا مثال الجنرال بغو اللي هو في الدارك الوطني، اقدمهم وقدامنا، ولكن حاطينو انسبكتور جينيرال مريح كذا ما كان ومخليها طايح. المهم راه هو في الجيش، راه في جدارمية، راه جينيرال وسلام، ما يحوش سكتر. تقلبت الدنيا، دار كذا، هو جامد النار، هو مريح ترونكيل على روحو. هذا هو نفس الشيء بسبب بن علي، ولكن الان يخافوا يخلوه في دائرة أصحاب القرار، وتحدث الشيء اللي قلت لك، يحدث أنه يشتد الصراع بين الشارع والعصابة، العصابة تحب تتحكم الجيش، يخرج واحد منهم ويقول لا، الشارع عنده الحق، الحراك عنده الحق، تخلص الأمور بالنسبة لهم، يعني تكون نهايتهم. وهذا اللي يفكر فيه نزار ويفكر فيه توفيق، هو إبعاد بن علي بن علي من دائرة القرار، خاصة وأنه الصراع ما بين قدماء الجيش التحرير وقدماء الجيش الفرنسي عمره ما ينتهي، وبالتالي مش ممكن، ما يقدروش يقبلوا، يعني واحد كما نصر ما يقدرش يقبل وجود واحد من قدماء الجيش التحرير وكان بعيد عن دائرة القرار، بعكس توفيق اللي هو من قدماء الجيش التحرير، ولكن توفيق منذ مدة انصهر في بوتقة عسكر فرنسا والأداء تاعهم من عند قيوس. هكذا ما بقالوش التفكير تاع المجال، التفكير تاع الاخر، لا، راح له خلاص، راح يشوف المسارح، يشوف كذا، يشوف كذا، ويزيد يحب هو يكون يلعب عنده دور. هذا هو المهم، ننتظر واش يجي في الايام القادمه، ونتمنى غير الخير لبلادنا، ونقول ربي يقدر الخير لبلادنا، وربي يعجب برحيل العصابة. السلام عليكم ورحمة الله.